تسأليش إلا لما يكون في مصيبة. أنت اللي مقطع التليفونات يا خي. عندك حق، مفروض أنا اللي أسأل. بس أقول لك على حاجة. قول. تحلويتي قوي. تصدق والله العظيم ما عندكش دم. ليه كده؟ ده وقته يعني؟ آه عشان عمي عيان وكده. طب ما السكرتير بتاعه جالن وبقى تمام. يعني مش قلقان؟ واجلك ليه؟ ما دام الدكاترة قالوا إن بقى كويس. يبقى كلميني. ماشي. أنت فين بقى دلوقتي؟ فين يعني إيه؟ يعني شغال مع أبوك ولا بتستنكح عليه؟ ليه بتسنكح دي؟ أنت أصلك يعني فنون جميلة و يعني ديكور وفن. إيه بقى اللي يرميك في الغيطان والفاكهة وعربيات النقل والحاجات دي؟ تعرف إن أنت هنا ممكن تبقى حاجة تانية خالص؟ يعني بسم الله ما شاء الله عليك، عينك حلوة وزي القمر، تقدر تعمل حاجات كتير قوي ومش ناقصك حاجة. والنبي صح. أنت هتصيع عليا ولا إيه؟ ما أنت عارف إن أنت زي القمر. إيه ده؟ أنا ما كنتش فاكرة كده خالص. ده أنا كنت فاكرة القطة مغمضة. طب ما أنا قطة. بس بهبش اللي يقرب لي. خلي بالك مني بقى. قوم يلا عشان يشوف بابا.